استنى بقى كنت بتلحن ما تغنيش هات الميكروفون بتاعك. عمرو مصطفى يتحدى عمرو دياب من جديد. عمرو دياب اللي هو بينجح اي حد وليه فضل على كل الناس. مبروك لصديقي الكبير عمرو دياب ومبروك لكل فريق العمل، عمل جميل. هيك بارك عمرو مصطفى لعمرو دياب اغنيته والكليب الجديد اماكن السهر. ولكن ما بنعرف شو صار بثواني وخلاه يتراجع عن هالتهنئة ويمسح البوست وينشر واحد تاني قال فيه الواحد حاول يكون منافق بس ما قدرش. انتظروا الموسيقى بجد، زمن المجاملات والعطفة انتهى، الموسيقى الحلوة صاروخ يفرض نفسه على الجميع. وهالبوست فعلا كان صاروخ فاجأ الكل، فهو تحدي واضح من عمرو مصطفى وأكيد تعليقه حينهي الصلح اللي بينه وبين عمرو دياب اللي صار من بعد قطيعة لسنوات طويلة. لكن السؤال هو شو السبب اللي خلى عمرو يكتب هيك تعليق ناري بالرغم من عودة المياه لمجاريها مع عمرو دياب وتعاونهم مع بعض من جديد، خاصة انه بالبوست الثاني قال انتظروا الموسيقى الحلوة وما سمى عمرو او انتقد الاغنية، فهو كملحن اعطى رأيه بالموسيقى وبهيك انفهم البوست انه كلامه موجه لملحنها عزيز الشافعي اللي رد عبريتي بالعربي. انا ما خدتش بالي من ان في بوست في تهنئه وتشال والكلام ده، وما بركزش في مواضيع السوشيال ميديا والحاجات دي لان انا قاعد بشتغل، قاعد بعمل اغاني، مش قاعد بكتب بوستس على الفيسبوك واقول مش عارف مين عمل ايه ومين نجح ومين ما نجحش. لكن الغريب كان البوست اللي اختار فيه اغنيه سعد المجرد عدى الكلام لتكون بالمرتبه الثانيه بين اغاني موسم الصيف وهي من الحان الشافعي، يعني منطقيا مشكله عمرو مصطفى مش مع الالحان. واللي بيعزز التحليل اللي بيقول انه عمرو مصطفى كان بيقصد بكلامه عمرو دياب نفسه هو البوست اللي كتب فيه مبروك للفنان المصري الاماراتي حسين الجسمي رقم واحد بصورة فقط على الاغنية، اثبت ان الاغنية القوية لا تحتاج الى فيديو والى حفلات ولا بروباغندا كاذبة علشان تنجح. وما في شك انه بالبنط العريض اغنية ناجحة، لكن كمان الناس حبت وتفاعلت مع اغنية اماكن السهر اللي سيطر فيها عمرو دياب على الترند في يوم نزولها. مبسوط بنجاح اماكن السهر 2 مليون في 24 ساعة ما شاء الله، وقبلها يا بلدنا حلوة، وقبلها كل شغلي مع عمرو دياب اللي هو بينجح اي حد وليه فضل على كل الناس، محدش يقدر ينكره، مفيش واحد يقدر ينكره من اللي اشتغلوا معاه. ومن الناس اللي اكيد له فضل عليهم هو عمرو مصطفى اللي بدأوا مع بعض سنة 1999 بأغنية خليك فاكرني واستمروا لي 21 سنة من النجاح، ورغم انه تصلحت علاقتهم بعد اكثر من خلاف بينهم خلال هالسنوات، ولكن يبدو انه الخلاف رح يتجدد بعد تعليقات عمرو مصطفى. استنى بقى كنت بتلحن ما تغنيش هات الميكروفون بتاعك.